بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا كنشكركم على التغطية الصحفية، كنشكركم جزيل الشكر على هذه التغطية اللي هي اليوم تشهد واحد دورة تكوينية حول آلية المشاريع المديرة للدخل. هذا الائتلاف هو ائتلاف حديث الولادة، أول نشاط له، وهذا الائتلاف هو شريك للتعاون الوطني، بحيث هذا الائتلاف هذا اليوم دار المسار ديالو بدورة تكوينية للآليات المشاريع المديرة للدخل بشراكة مع جمعية خطوة، اللي كنعرفوا جمعية خطوة جمعية تتهتم بالمشاريع والتكوينات وقدرات الشباب. فاليوم كاع جميع الجمعيات الشركة التعاون الوطني حاضرين معنا، ومن هذا المنبر تنشكر السيد الملصق الجهوي للتعاون الوطني على الدعم والمسانده، كذلك تنشكر جماعه مراكش، تنشكر كذلك مجلس مقاطعه كليز، كنشكر كذلك الشركاء ديالنا اللي تعاونوا معنا في هذا اللقاء المنظم. وتشوفوا دابا رؤساء فعاليه مجتمع مدني حاضرين لهذه الدوره التكوينيه المنظمه من طرف ائتلاف الجمعيات المشاريع المديره للدخل الشركة التعاون الوطني. فبالتالي انه هذه الدورة تتهدف لواحد تنمية القدرات لواحد مجموعة الشباب والشابات اللي حاملين واحد الشواهد ودبلومات معترف بهم لدى الدولة ومتخرجين من التعاون الوطني، باش يمكن غدا يديروا واحد المشاريع ديالهم ويحددوا مشاريع اللي يقدروا يخططوا فيها وباش ينفعهم حتى في المستقبل ديالهم وينجحوا حتى في الحياة ديالهم المهنية. ومن هذا المنبر كنشكر جميع الشركاء اللي ساهموا معنا، ومن ضمنهم المركز ديال التكوين التأهيل المهني بقبور الشو اللي مشكورة اللي فتح لنا الفرصة باش يمكن نعقدوا هذه الدورة التكوينية الأولى من الائتلاف الجمعيات المشاريع المديرة للدخل. وشكرا. معكم عبد الواحد ابو جنات رئيس جمعيه خطوه، اليوم حاليا في اطار اعداد ورشه تكوينيه حول اليات اعداد مشاريع مديره الدخل بالشراكه مع ائتلاف الجمعيات العامله في المشاريع في مجال مشاريع مديره الدخل والشركه للتعاون الوطني بجهه ورش اسفي. هذه الدوره جاءت تتويجا لواحد العمل جبار اشتغلنا فيه لمده سنين، على اساس انه إذا كنت عفوا كنت خطوة تشتغل في مجال التكوين والتأطير في مجال تنمية القدرات وخاصة للمفاعل المدني والتنظيمات المهنية. لا أخفى عليكم أنه الوضعية الحالية حاليا أنه المهني محتاج لهذه التكوينات هذو بالرغم من القدرات ديالو، خصوصا من بعد الجائحة عرفنا بأنه كان واحد الركود اقتصادي مهم، ما قدروش المهنيين أنهم يسوقوا منتوجاتهم ولا حتى يعرفوا يبرروا هذا المنتوج اليوم في إطار واحد المنتوج قادر للتسويق. اليوم حاليا مع الأستاذ خالد وخشي اللي هو إطار متخصص في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، هذا يعطينا الآليات ولا السبل كيفية إعداد هذا المشروع مدير الدخل والنشاط موجه العموم للجمعيات العامله في المجال مشاريع الدخل وكذلك الفاعلين الجمعويين، يعني مفتوحه للعموم. وغادي نتوجه ان شاء الله واحد توقيع اتفاقيه الشراكه اللي نشر فيها ان نقوم مع الاخ بني باز عبد الصمد بصفته كرئيس ائتلاف الجمعيات العامله في مجال مشاريع الدخل. نتمنى نكون ان شاء الله هذه بدايه شراكه قويه ومتينه وتطور المدى. شكرا اكسبرس تي في سيدي مرفوقك، مرحبا. اليوم كنا في دورة تكوينية حول إعداد المشاريع المديرة للدخل، وتكلمنا على واحد مجموعة ديال المحاور أساسية من بينها شنو هو المشروع المدير للدخل وشنو هي الآليات ديال الإعداد ديالو، الدراسة ديال المشروع كيفاش كنديروا ليها، الأهم ديال المحاور الأساسية اللي خص تكون في الدراسة ديال الجدوى ديال المشاريع المديرة للدخل. ثم تكلمنا كذلك على الأهمية ديال المشاريع المديرة للدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للحاملين المشاريع، سواء كانوا هاد حاملين مشاريع شباب
أو نساء أو أشخاص فضعية صعبة وفضعية هشاشة. وبالتالي اليوم المشاريع المديرة للدخل هي الرافعة الأساسية للتنمية في المستقبل والحقيقة الاستقلالية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للفئات فضعية صعبة سواء كما قلت كانوا شباب أو نساء. تكلمنا كذلك اليوم على الأفاق ديال التمويل ديال المشاريع، بمعنى شنو هما المؤسسات اللي في المغرب وحتى خارج المغرب اللي ممكن أنها تمول المشاريع المديرة للدخل لفائدة الشباب. وفي الأخير درنا واحد تقييم عام للوضعية ديال الحاملين المشاريع سواء كانوا تعاونيات أو شركات أو مقاولين ذاتيين أو جمعيات ديال المجتمع المدني. درنا واحد تقييم عام للوضعية ديالهم وبعض المشاكل اللي كانوا كيلقاوها هما كيوجدوا المشاريع ديالهم وكيقدروا أنهم يحصلوا على التمويل ديال هاد المشاريع. وبالتالي الدورة التكوينية لقات واحد الاستحسان كبير من طرف المستفيدين في الدورة التكوينية، وإن شاء الله باقي غادي نستمروا في دورات تكوينية إن شاء الله في المستقبل على أساس أننا نتنقلوا لكل يعني القاعات ديال دور الشباب وديال المؤسسات اللي كاينة في مختلف المدينة إن شاء الله في المستقبل.